حاكم الطيور الباقن 750 طن من سايلو النجف عمره 76 سنة، والسايلوات كلها ما في اليوم سمعت منه الطير أكل كيلو واحد من سايلو. الطير هذا الله مسخره يأكل حباية رب العالمين يرزق حباية 750 يا مضعوفين النفس. هذا اليوم الذي الطيور بدي أسألها سألهم والله يسألهم والله حج رحم الله والديه. يا طير ايش قد بقت من النجف؟ انت بقت هين لو بني آدم اسمع يقول والله انا بري بري انت روح. بارك الله بيك حج رحم الله والديه. وانت في الفحل خاف انت مسويه بقت الحنطه انت حرامي من حضره لبولك حنطه ها مو انت سمعت؟ والله مو انا عمي وانت بني ادم اخ من الحراميه روح عمي انت بريء. بارك الله فيك خاف انت الكبير انت قلت الحنطه قوت الناس صار 22 يوم ما مطين وجبه طحين اليوم اشتريت الشيس 22000 دينار الله شاهد وينه؟ هم انت لا انت ولا طير الصوفة ولا المشخاب ابد تروح. بارك الله بيك حجي بارك الله فيك. شايف حتى لو في هديه الشغله كبيره ومؤذيه الحسشة يعرفها والشاعر تجي له كارثي تجي له كارثي وما مش وقف الها اللي صيحه ولا عرب يمي واقلها وانا شماري اذا زحزحها واقلها اخاف من الوسط بيها هذيه الله حتى لو في هذيه يا عمي وكم وين احنا احسنت احسنت حاج. احنا اهل النجم فتشين بالقيل مو باللبن الله احسنت احسنت حاج.